وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من خبر معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وأنه كانت له جارية ترعى الغنم، فعدا الذئب فأخذ واحدة، فلما جاء أخبرته جاريته الخبر فغضب فلطمها على وجهها فتأثر لذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره وخبرها، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تذمر لذلك، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة، أفلا أعتقها؟ رضي الله عنه أراد أن يكفر عن خطيئته رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أيها المسلمون والمسلمات أن يجعلنا وإياكم معهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئني بها أنظر أمؤمنة؟ لأنها راعية غنم، والغالب في هؤلاء خصوصا ذلك العهد ما أنهم أهل يعني عبيد يعني ولم يسلموا أو لا يعرف الدين حقيقة. فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فهذا الحديث يكشف أيها المسلمون والمسلمات عن المنهج الحق عند أهل السلف، بل أقول عبارة أفضل من هذا، يدل دلالة واضحة على عناية السلف بالعقيدة، وأنهم يعلمونها حتى رعاة الأغنام، فهذه جارية راعية غنم ما أغفلها سيدها، بل علمها عقيدة التوحيد الخالص. واليوم نجد ممن يقول: نحن في بلد التوحيد والمسلم الناس كلهم موحدون فلا داعي للتوحيد، ويوجد من يقول: الله في كل مكان. هذه والله بلية البلايا. فاسألوا أناسا قد يكون في أرض الحرمين مساكن لأهل الحرمين لأهل التوحيد والسنة، أين الله؟ يقول: الله في كل مكان، الله في الجبال، إيش عندك أخي؟ الله في الجبال على الأشجار، في كل مكان. ما شاء الله، غفلة عن العقيدة الصحيحة.